بعرض الملعب، بيفتح الملعب ناحيه اليمين. اسامه ابراهيم لطوبه مره ثانيه، ضغط على طوبه. احمد فوزي ياخد فاول، متحرك فوزي كده، بيجي دايما هو ومحمد شعبان واخدين الجبهه اليمين بيتحركوا فيها، وعمرو الحلواني ومحمد نصف هم اللي بيشتغلوا ناحيه الشمال، وبيبقى احمد رفعت. ادي خالد بطولي بيكلم لعيبته، مايكل كروجر كابتن عبد الناصر محمد طبعا مدير الكوره، مايكل كروجر المدير الفني، معاه كريستين كروز مساعد المدير الفني لكروجر. ادي محمد ابراهيم اتاخر فيها هنا اوتا، ادي ضربه مرمى المساعد الاول عبد الفتاح عريشه، كان اتاخر فيها محمد ابراهيم في الكره اللي فاتت، كان عايز يحضن على كورته كده عشان ياخد ضربه مرمى لكن اتقطعت منه. ادي تجاني شمس الدين واحمد رفعت، ضربه مرمى حسن شاهين، امانيه بتعدي نص الملعب، محمد نصف يلمس بدماغه لشعبان، خلف تجاني شمس الدين، امانيه الفضل عايز يسند كده بصدره، روح مره ثانيه لفاروق، ضغط عليه اثنين ثلاث لعيبه، اشتغل لوحده، ضغط عليه اثنين لعيبه هنا قدامنا في ماسوره السد الجبل الاخضر. ادي كروفر قدامنا، كان مساعد لبيتر نوير، كان مدرب في شالكه في 89، لكن ما ننساش طبعا جهد الكابتن محمد حلمي مع ايمي في بدايه الموسم. ادي باسم علي وهجمه خطيره، ممكن يعمل عرضيه عرضيه، لكن رامي صبري هنا يطلع بدماغه وركنيه لمصلحه المقاولين العرب. جهد الكابتن محمد حلمي وخالد متولي مع فريق ايمي في بدايه الموسم، ركنيه للمقاولين العرب. زي ما قلت لكم كان خد كاس افريقيا كروجر في 96 في الانديه ابطال الكؤوس مع المقاولين العرب، وكاس مصر مع النادي المصري في 98. ركنيه يلعبها محمد ابراهيم رايح من ناحيه الشمال اليمين عشان يلعبها برجليه الشمال عشان تبقى فيها صعوبه كده على الحارس او على المدافعين، بتلف كده دايما في المرمى. عملها على القائم الاولاني، تروح مره ثانيه لمحمد ابراهيم، ممكن يعمل عرضيه، عملها وحشه قوي قوي وتطلع ضربه مرمى لمصلحه انبي. كان بدا في المانيا في 2001 2004 في نادي فولسبورغ، ودرب ساربوكن والمانيا ايشن، يعني فتره طويله كده في المانيا في الكره المصريه مايكل كروجر. محمد عبد المنصف ضربه مرمى، الفريتين في الثلث الوسطاني في الملعب، يعني قافلين المساحات على بعض. يلمس محمد سوسته مره ثانيه، عمرو الحلواني عايز يعمل 1 2 كده، ما تمشيش مع احمد رفعت. محمود عزت تجاني شمس الدين، يفتح الملعب ناحيه الشمال، محمد ابراهيم الضغط على محمد ابراهيم، بيضغط فريق اندي على محمد ابراهيم في المنطقه الاماميه. فاروق كل ما بيستلم الكره هنلاقي اثنين وثلاث لعيبه بيضغطوا على محمد فاروق. رمي التماس للمقاولين العرب على التنفيذ، محمد ابراهيم يلمس مره ثانيه، اسامه ابراهيم بيلعب المباراة اللي هو كابتن محمد علي مراقب المباراة من لجنة المسابقات. محمد ابراهيم يلمس محمد فاروق، محمد فاروق والحكم الدولي محمد فاروق، لكن محمد فاروق الصغير من هدافي المقاولين العرب كان عايز فاول في الكورة اللي فاتت. عبد المنصف بيلعب امامية، يروح لطوبة مرة ثانية، احمد فوزي شتت محمد ابراهيم وتخبط فوزي مره ثانيه وتطلع رمي التماس لمصلحه المقاولين العرب. لغايه دلوقتي مباراه اقل من المتوسط، مفيش اي فرصه خطيره، وداخلين في 18 19 دقيقه من عمر الشوط الاولاني. في لقاءات الفريقين دايما لعبوا 19 مباراه، انبي كان فاز في 13 مباراه، تعدوا في اربعه، المقاولين فاز في مباراتين، يعني التفوق دايما كان لفريق انبي. محمد شعبان لصبحي ناحية الشمال، محمد نصف من رجل لرجل مرة ثانية للحلواني، ممكن يفتح الملعب ناحية اليمين في مساحة فاضية جدا لأسامة إبراهيم، لكن تروح مرة ثانية لطوبة، استلم من طوبة ناحية اليمين مرة ثانية لأسامة، عايز يشتغل هنا فردي وعدى من محمد إبراهيم، لكن بيعمل زحلقة محمد إبراهيم ويطلع ركنية لمصلحة إنبي. عملها كويس قوي أسامة إبراهيم، لكن في التوقيت المناسب محمد إبراهيم طلع ركنيه، طلع رامي صبري
واسامه رجب اثنين بيلعبوا بدماغهم كويس قوي. ركنيه جايه لها عمرو الحلواني. عمرو الحلواني ايوه قدامه شفت قدامه يا صاصي. هل هتلعب مره واحده ولا على مرتين؟ الحلواني عملها على القائم الاولاني لكن شاتت محمد خلف مره ثانيه. تطلع بره ال 18 لعمرو الحلواني ببطن رجليه في نص الملعب. توبه جوه ال 18 مش مظبوطه واي حاجه تروح سهله لحسن شاهين حارس المرمى. الملعب اللي احنا فيه ده شاف تألق نجوم كبار جدا في 82 83 لما خد المقاولين العرب بطوله الدوري الممتاز في 82 83 وفي بطولات افريقيا. محمود توبه لمحمد شعبان مره ثانيه. تمبي لغايه دلوقتي افضل. اماميه يطلع محمد سوسته مره ثانيه. ادي محمد فاروق قدامنا. دي الكبير طبعا في 82 83 كابتن سعيد الشيشيني ومحمد رضوان وزمزم وكابتن حمدي نوح وجمال سالم وعبوده وبيل انطوان وعبد الرزاق والدكتور علي شحاته والمرحوم ناصر محمد علي واحد من افضل اللاعبين في تاريخ الكره المصريه ونبيل عمار ونبيل ابراهيم وعلاء نبيل وخالد عصمت ومجدي درويش واحمد سعيد وجه بعديهم بقى زيزو واحمد حموده وعلي عاشور واحمد نخله وعلاء عبد الغني ومصطفى صادي ومحمد عوده وسمير كمونه. نجوم كبار جدا في المقاولين العرب. ما ننساش طبعا النجم الكبير نجم مصر ومنتخبنا ونجم تشيلسي كابتن محمد صلاح. نتمنى له التوفيق في رحلته الاحترافيه ونشوف بقى لعيبه كتير جدا من المقاولين وفي مصر طبعا يبداوا ياخدوا رحلتهم الاحترافيه. ضربه مرمى اماميه يطلع اسامه رجب مميز في الكرات العاليه. فوزي اللمسه واحده لكن تروح تاني لمحمد خلف ولا محمد فضل راجع يادي واجبه الدفاعي. اسامه ابراهيم اماميه يشتت مره تانية اسامه وتطلع رمي التماس لمصلحه المقاولين العرب. بيجيب علي فتحي الظهير الايسر طبعا المقاولين العرب هو ومحمد عادل اثنين من اللي بيعتمد عليهم الكابتن محمد رضوان في بدايه الموسم لغايه النهارده لكن بيغيبوا عن فرقتهم النهارده. ادي هنا مشيت مع سالم سالم ممكن يا راجل كان ممكن هنا يجيب هدف اول لكن تطول وتروح لمحمد عبد المنصف اخترق فيها في الكره اللي فاتت. محمد سالم جايب خمس تجوال مع فرقته. اماميه تجاني شمس الدين يسيبها لحسن شاهين دخلوا هنا في كورتين مع بعض محمد ابراهيم وتجاني شمس الدين كانت ممكن كره تعدي. ادي هنا محمد سالم اماميه اسامه رجب يشتت مره تانية رامي صبري تروح لتوبه في نص الملعب من لمسه واحده محمد شعبان. نص ملعب انبي لغايه دلوقتي افضل. محمد شعبان ومحمد صبحي ومحمود توبه لغايه دلوقتي نص ملعبهم افضل. ادي تدخل قوي جدا من تجاني شمس الدين في الكره اللي فاتت ادى ضربه حره غير مباشره لمحمد فاروق. كان تدخل قوي من تجاني شمس الدين. ادي العاده قدامنا مع احمد فوزي تدخل قوي جدا مع تجاني شمس الدين. تجاني شمس الدين واحمد فوزي بيدي الدولي محمد فاروق ضربه حره غير مباشره. كابتن فريق المقاولين العرب تجاني شمس الدين. عمرو الحلواني جاي يلعبها برجليه الشمال. ادي محمد سوسته قدامنا. الحلواني احمد رفعت جوه ال 18 يلمس خلف مره ثانيه دايما بيرجع يساعد خط ظهره. الحلواني اتعمل وان تو حلو قوي في نص الملعب. احمد رفعت يلمس بدماغه تروح سهله في ايد الحارس حسن شاهين. مشي بكورته كده جوه ال 18 يلعبها بوش رجليه اماميه تعدي نص الملعب لمحمود توبه يلمس توبه لفوزي مره ثانيه استلم مش مظبوط من فوزي. محمد فاروق لمحمد ابراهيم تمريره قويه جدا ممكن تسبب مشكله لفريقه. يضغط ثاني فوزي يقطع لمحمد شعبان. محمد خلف عامل مباراه كويسه محمد خلف لغايه دلوقتي وعامل موسم كويس مع المقاولين العرب. قطعت زود فيها اسامه رجب هنا ممكن تبقى فيها هجمه مرتده لو غير الملعب الناحيه الثانيه ناحيه اليمين. اتعملت بينيه هنا اللي ما اتحركش فيها محمد فاروق. محمد عبد المنصف ببطن رجليه في نص الملعب لصبحي. محمد عبد المنصف ما بيطفيش الكوره دايما بيلعب مع خط ظهره ونص ملعبه. محمد ابراهيم يلبس بدماغه صبحي اسامه ابراهيم اماميه اتحرك رفع كويس قوي لكن تجاني شمس الدين يلمس بدماغه يطلعها كده وفيها قلشه ضعيفه جدا لكن تروح لمحمد ابراهيم. لسه الكره في الملعب لكن شتت مره ثانيه محمد ابراهيم وتطلع رمي التماس لمصلحه فريق انبي. 26 دقيقه تعادل سلبي بين المقاولين وانبي.
قدام التماس. يلعب محمد ابراهيم. لقاء الدور الاولاني كان انتهى 1-1، لكن مصادفه كده غريبه ان الكابتن محمد فاروق حكم اللقاء النهارده، هو اللي حكم اللقاء في الدور الاولاني. يعني لجنه الحكام برضو بتدي الكابتن محمد فاروق النهارده اداره المباراه رغم ان هو حكم المباراه الاولانيه في الدور الاول. محمد فضل نازل نص الملعب، يا سلام يا محمد فضل، رؤيه كويسه قوي، بيفتح الملعب ناحيه اليمين، استلام هايل من باسم، بيعمل عرضيه لكن تسديده كده من محمد رزق تروح سهله في ايد محمد عبد المنصف، لكن وقع في الكره اللي فاتت رامي صبري، بروح رياضيه محمد عبد المنصف يطلع الكره، رمي التماس. سموحه متصدر المجموعه الاولى، مركز اول، بيجي بعديه الاتحاد السكندري والمقاولين، الاهلي الرابع، مصر المقاصه الخامس، انبي السادس، غزل المحله السابع، الداخليه الثامن، الرجاء التاسع، الانتاج الحربي العاشر، والجونه في مركز اخير. المجموعه الثانيه بتروجيت متصدر المجموعه الثانيه، الاسماعيلي مركز ثاني، حرس الحدود مركز ثالث، وادي دجله مركز رابع، الزمالك خامس، السادس المصري، السابع الشرطه، القناه الثامن، طلائع الجيش تاسع، تليفونات بني سويف، والعاشر والمنيا مركز اخير. كل التحيه طبعا كابتن حماده صدقي وكابتن مختار مختار متصدرين جدول الدوري في المجموعتين. صبحي في نص الملعب، تروح الكره لمحمد سوسته، لخلف بعرض الملعب لباسم علي، استلم من باسم، يلعبها اماميه في العمق، يلمس محمد فضل، كنت رابط مع محمد سالم في الكره اللي فاتت، الاثنين واقفين جنب بعض في اتجاه واحد. صبحي بيغير الملعب ناحيه الشمال، فاتح الملعب عمرو الحلواني، لكن تغطيه هايله من باسم، عجبني باسم علي قوي الظهير الايمن المقاولين العرب، عمل التغطيه العكسيه كويس قوي. حسن شاهين اماميه، فضل بخبره كده ياخد كورته وممكن ياخد فاول، لكن محمد فضل ده تحت الفرصه، بالفعل ادى فاول، فاول محمد فاروق قريب من الكوره لمصلحه محمد فضل، مسافه كده 40 يارده. يلا كويس، يلا ايوه، رامي صبري قدامنا بيكلم لعيبته. قيمه امبارح المحله والداخليه، اول مباراه الدور الثاني كان تعادل سلبي في ملعب المحله، ادي العاده قدامنا، كان في ماسكه كده من اسامه رجب، هل هيفكر محمود عزت بقى في التسديد؟ ادي قدامنا بيجيب لنا بقى مخرجنا محمد نصر الدين لقطات كده من المباراه، وبعض الاعلاميين ومجلس اداره الناديين الموجودين النهارده في ملعب المباراه. محمود عزت عملت على مرتين، وتسديده قويه قويه جدا جدا جدا، حلوه 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 من محمود عزت، كانت ممكن تخدع محمد عبد المنصف. هيعيدها لنا مخرجنا محمد نصر الدين، ادي بقول لكم من مسافه بعيده جدا جدا، وبتقع من ايد محمد عبد المنصف، كانت ممكن بقى لو لفت شويه كمان او خبطت في رجله كانت ممكن تروح في المرمى. عمرو الحلواني تمريره مش مظبوطه، ضغط على محمد رزق وياخد رمي التماس لمصلحه المقاولين العرب. ادي محمد فاروق ادى رمي التماس، ادي العاده مره ثانيه مخرجنا محمد نصر الدين، تسديده قويه جدا من مسافه بعيده كانت ممكن تخدم محمد عبد المنصف. ادي هنا لحظات بقى طبعا عشان الاذان، كابتن محمد فاروق حكمنا الدولي ادى كده 30 ثانيه بس، مره ثانيه رمي التماس، ادي محمد فاروق، ومحمد فاروق طبعا مخرجنا محمد نصر الدين، حاجات بقى جميله اللي بيديها لنا خلال اللقاء الحكم الدولي محمد فاروق، ونتمنى طبعا التألق لمحمد فاروق مع منتخبنا. كل التوفيق للكابتن شوقي غريب ومنتخب مصر وتفوقه في مباراه البوسنه والهرسه وفوزه 2-0، كل التوفيق لمنتخبنا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. محمود طوبه اتاخر فيها والضغط عليه اتقطعت، تروح لفاروق مره ثانيه، محمد فاروق ممكن يغير الملعب ناحيه اليمين، لكن استلام